السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كرة شو تي في. لقد تصادمت الآراء حول انتقال أو التحاق مارسيلو بنادي يوفنتوس إلى جانب صديقه كريستيانو لاعب ريال مدريد الذي التحق مؤخرا، وقد أكد ذلك مارسيلو في تغريدات له على مجموعة من المواقع الإلكترونية العالمية. فكما هو وارد في العنوان، فإن مارسيلو ذو الجنسية البرازيلية لاعب ريال مدريد قد وافق أخيرا على طلب يوفنتوس بالانضمام لناديه، ولكن هذا التعاقد لم يكن إراديا، بل كان هذا التعاقد وفق شروط قدمها له مارسيلو. وقد أكدت مجموعة من الصحف الإلكترونية على أن كريستيانو رونالدو قد سبق وأن اقترح عليه ذلك، وقد ورد هذا في مجموعة من المواقع الإلكترونية الصحفية العالمية مثل كرة 360 الرياضية. وفي ختام الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القناة، وشكراً.